بنكمل حلقتنا عن الراحل اللي مش هيرحل ابدا عننا الغالي استاذ سمير غانم. الحقيقه حتى واحنا في الفاصل يعني تحس انه المود مسيطر علينا انه في حاجه نقصت، حاجه كبيره قوي نقصت. ومن اللي انا سعيده جدا انه هيشرفوني بمداخله تليفونيه كمان فنان كبير، فنان اسم كبير، عاشر أستاذ سمير، وقف معاه على خشبة المسرح، شاف كواليسه، نقدر نقول عليه برضه هو عنده يعني وجهين لعملة واحدة، يعني عنده التراجيدي وعنده الكوميدي، بحس برضه مظبوط قوي. فناننا الكبير الرائع الأستاذ محمد التاجي. أستاذ محمد ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا أستاذة مريم، ازيك ستي؟ ازاي حضرتك؟ وأنا بعزيك وعارفة إنه العاشر أستاذ سمير وقعد معاه سنين، الخبر ده بالنسبة له هيكون قاسي أكتر من أي حد تاني. والله هو إحنا فعلا يعني بالنسبة لي سمير إحنا افتقدناه، ويعني لينا خسارة كبيرة جدا في الفن، مش يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني إحنا خسرنا إنسان رائع. صح والله، والله يا مدام مريم يعني فعلا الراجل ده كان شيء جميل جدا، عمره ما زعل حد منه، عمره ما 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 ما, ما قال كلمة قاسية لحد أو أذى حد، حتى لو هو بيجي على نفسه. يعني سمير كان ما أكيد كلنا يعني كلنا بني آدم وكلنا عندنا مشاعرنا. صح. لكن حتى لما حد كان بيزعله او بيجي عليه او بيقصوا عليه في حاجه او هو يتضايق من جواه من شخص ولا يظهر ده، عادي متسامح ومتصالح، عادي متسامح ومتصالح مع نفسه ومتصالح مع الناس كلها. عمرنا ما سمعنا منه كلمه او لفظ خارج او لفظ مضايق حد او بتاع، لا 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 خالص. يعني وعلى المسرح وانتوا بتشتغلوا كمان يا أستاذ محمد، وانت كنت يعني شريك معاه في مسرحيات عبقرية، يعني مهما يعدي الزمن، يجي عيد، تيجي مناسبة، تتعرض، تلاقينا قاعدين أكننا بنتفرج عليها لأول الأعياد. مرة أيوة دي مسرحيات الأعياد بالظبط، ودي حاجة حلوة على فكرة. يعني الناس عامة تزعل تقولك ياه هو مفيش مثلا غير إلا مسرحياته، إلا حاجتكو، لا نقعد ونستناها ونتفرج عليها كاملة. سمير كان شيء، وبعدين ما كانش يعني مثلا مش ان هو مستأثر الموضوع لنفسه، ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه، فكره ان هو مصحي العيله كلها، يعني انت اللي على المسرح كلهم دول كل واحد بياخد السكسي بتاعه. اي بالظبط، يعني ويديكي افكار. يعني انا فاكر مره واحنا اخويا هايس وانا لايس، قال لي انا نفسي تخش عليا ببجامة، اما هو بيحصل ان هي دلال بتخش عليه القط النوم وهو لسه يعني هو بيخطط السيناتور. ايوه فبتخش له وبتجيله وهو بيفتكره في الاول عفريت وبنفتكر حرامي ومش عارف ايه وحاجات كده. وكلنا صاحيين من النوم بنخش له، قال لي انا نفسي تخش عليا ببجامة حدوته. قلت له يعني، قال لي يعني حاجه كده غريبه، لبس غريب، شكل بتاع. فقلت له طيب. فأنا كنت أياميها يعني خلصنا، كنا في أواخر سيزون وبعدين خدنا أجازة، وأنا كنت متعود كل ما أخد أجازة أجي إيه مفلق على برة. أوكي. فأنا كنت في أياميها في ألمانيا، فكده لقيت قماش بتاع كده بتاع بجامات أو كده لونه أصفر وعليه الفكة، ما أنت ما تفتكريش ده سيزم ستريت. أيوه لأ أوكي. كان في زمان سيزم ستريت ده كان برنامج مكسر. صح صح صح. بس فلقيت بقى كل الشخصيات بتاعته مرسومة على القماش ده. القماش أنا دهيت لك بقى. بقى فأنا دهيت لك. فجبت القماش وفصلته بجامة، وفصلتها بجامة إيه كمان فنتاكور. أوكي. اوكي واخده بالك وبتاع ده ودخلت على استاذ سمير هلوش. واحنا في اول يوم في السيزون الجديد كانت بتاع ودخلت له عبيها على المسرح، يعني هو ما شافهاش قبل قبل لا العرض لا خالص، ما شافهاش، ولابس بندانه صفرة وبتاع وحاجات كده. اوكي تشوفي منظر سمير مش قادر ياخد نفسه من الضحك وايه ومذهول، واقول له ايه ما هي دي وصيتك.
فكان يوم وفعلا يعني هو والناس طبعا طلع صريخ على منظر البيجامة نفسها. ما هو هو عشان هو حلو. بص يعني يعني بيضحك على حتى لو هو مش هو صاحب الإفيه ولا صاحب الموضوع، لكن هو الحاجة الحلوة بتضحكه. وهو اللي فتح لك السكة. صح، هو كان ملك الأكسسوار أصله على المسرح كمان أستاذ هو محمد. كان ملك الأكسسوار أصله. هو بالنسبة له يعني لعب بكل أدوات الممثل، والمسرح الحقيقة رد الفعل بتاعه مخيف لأنه على طول ومباشر. فالحاجة الحلوة لو سمعت بتهيالي بتعلى تاني يوم وتالت يوم، والحاجة الوحشة بتبقى خضة بالنسبة للممثل إن ما ضحكتش. بالضبط. لا هو كمان يعني ملك الاكسسوار ده. يعني أنا فاكر لما كنا نسافر مع بعض في أي سفرية ويقول لي تعالى ننزل نتعكس على بعض نعمل شوبينج. فاكرة بقى يعمل شوبينج يعني يشتري هدوم ولا بتاع ولا لا اكسسوارات اكيد كله اكسسوار. واقول له طب انت هتستعمله في ايه يا سموره؟ يقول لي ما اعرفش. يجيب حاجات كده غريبة ويشيلها وبيجي لها وقتها. وبعدين عارفة لو أنا عملت زيه مش هتطلع بجمال اللي هو بيعمل. لا هو حالة يعني. يعني هي الناس تتقبل منه ده لكن مش ممكن تتقبلها من حد تاني. صح. عندك أي شرح يا أستاذ محمد أو أي فلسفة لفكرة إنه الإفيه اللي كان مثلا يتقال من الجيل بتاعكو، الإفيه اللي كان بيتقال من حد زي سمير غانم يفضل عايش بين، عندك أي تفسير لده؟ لا مفيش تفسير، مع إن خلي بال حضرتك إن الكوميديا اختلفت جدا يعني جدا. يعني مثلا لما تيجي تتفرج على مسرحيات قديمة دلوقتي ما تضحكيش. لكن هو في إفيهات وهي يا ده كان بيعمل إفيه اللي هو الحركي اللي هو ليه خطوة كده ماشي. عملها في 60,000 فيلم وعملها في 60,000 مسرحية. الوحيد اللي كان كررها يعني مفيش حد بيكرر إفيه نفسه. صح. أي مجال ويضحك لما الحاجة لما بتتكرر بتقدم، لكن هو لا المشية بتاعته دي بالذات الناس بتحبها منه بتتفرج عليها كأنها أول مرة. يعني انت وهما اللي يعني عارف لما كان قاعد يا ست الست ام كلثوم هو بالنسبه له المشيه ده هي الناس بتعيدها له. صح. يعني مش عايز اكون بتقل على حضرتك، بس لو في كلمه كده او في جمله هتفتقد سمير غانم الانسان والفنان، هتقول ايه لو قلت لك هتفتقده في ايه؟ هفتقده في 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 تواجده في 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 الحس بتاعه. يعني انا بيسالوني بتاع ده وقالوا لي يعني انتوا ما كانش في خناقات بينكم؟ ما فيش. قلت له هو مره واحده بس اللي زعلني فيها. هو اللي زعلك؟ خبر وفاته. يا حبيبي لما بعت لي خبر وفاته. سمير كان الطيبة والهدوء أنا نفسي كنت أشوفك يا سمير في حياة عينك متنرفز. صوتك عالي ما حصلش والله العظيم ثلاثة. يعني شوفي أنا أعرف سمير اتعاملت معاه من سنة 79-80 اللي هو سنة ما عملنا مع بعض المتزوجون. أما أنا دخلت عليهم في الفرقة أنا المتزوجون دي في حد ذاتها دي كنز من كنوز المسرح المصري. احنا كان كل الادوار دي مش احنا اللي فتحنا بيها الروايه او مش هما اللي فتحوا بيها الروايه؟ امال لا انا ما اعرفش الموضوع ده. يعني انا كان بيلعب مكاني محمد ابو الحسن الله يرحمه وكان احمد راتب بيعمل مكان احمد ماهر. المفاجاه بقى مكان شيرين صرصار حبنا شيرين. هويده بنت صباح. اوكي ومكان راوية سعيد كانت فريدة صفا النصر. يا ده كاست تاني خالص ما فيهوش غير استاذ سمير بقى واستاذ جورج الله يرحمهم. او المستمرين معاهم معاه هو وجورج كان زكريا موافي ونجاح الموجي. انا مش قادره استوعب كواليس عمل كان فيه كل الرموز دي ولا لا 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 كانت الدنيا جميلة وهادية. بتهيألي بتضحكوا على طول، بتهيألي ضحكة على طول يعني. لا وغير بقى وما كنتيش تلاقي فيه يعني أنا عارف فيه كواليس مسرح بتبقى نار قايدة جوه. أيوه طبعا. وممثلين بيعملوا فصول في بعض عشان ما يضحكوش وبتاع
لا 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 لا، عمري ما في حياتي ما اشتغلت مع الثلاثي في متزوجون، او بعد ما اشتغلت انا وسمير مع بعض في ايس وان الايس. او مثلا كان في روايات كنت عملتها، في روايتين او ثلاثة انا مش فاكر عملتها انا وسمير، كنا بنلف بيها الدول العربية وبنصورها للتلفزيون، بس انا مش عارف راحت فين المسرحيات دي، يعني حتى في التراث التلفزيوني مش موجودة يعني. ما علينا، فعمري ما كان في كواليس. انت ما فيش غيرة وما فيش تعطيل وما فيش وبعدين خلي بال حضرتك، كان سمير غانم مثلا احنا مسافرين في دولة ففي بيجيله دعوات او يروح هو بقى لوحده ياخد الناس معاه، الفرقة كلها يا حبيبي يا حبيبي، مش الراقصين قبلينا يا حبيبي، ويعدي علينا في الوضع، اعملوا حسابكم النهارده. هي هم دول الكبار، هم دول امال هو ليه يفضل متربع كده في قلوبنا؟ ما هي هم دول الناس الكبيره اللي بتحب الخير للكل واللي ما تعرفش تفرح لوحدها. انا لما روحت الجنازه بتاعته انا شفت ناس يعني ما ما ما, ما في المسجد ما تتوقعيش ان انت تشوفيهم. صح صح، ناس جايين قافل من الوسط الفني، لكن بعاد عن سمير تماما. صح صح، ايه اللي حرك الناس دي وجابتها؟ شفت ايه اللي حرك الجمهور يعني؟ والمسجد مثلا مسجد المشير طنطاوي ده في منطقه نائيه ما فيهاش عمار. يعني المحبه يا استاذ محمد، المحبه. يعني عشان تيجي المسجد ده عشان تصلي فيه الجمعه لازم تبقي او تصلي على حد او كده، لازم تبقي رايحه مخصوص للشخص ده مش رايحه للمسجد. صح، فشوفي كميه الناس، الجمهور الغفير، الجمهور بقى مش الشخصيات الفنيه. صح صح، الجمهور العادي. ربنا يا رب يرحمه برحمته ويصبر ايمي ودنيا، ويكون يا رب جنب مدام دلال وتقوم بالسلامه يا رب ان شاء الله. انا سعيده يا فندم جدا ان حضرتك كنت معايا، وانا اتشرفت بمعرفه حضرتك من خلال كواليس الشغل معاك، وحقيقي ببارك لك على دورك في ملوك الجدعانه. مش هينفع اقفل غير لما اقول لك كده، ودايما دايما منور في حياتنا كده يا استاذ محمد، لان انت على المستوى الشخصي حنية الدنيا، دم خفيف. انا ما قعدت معاك ما كنتش عارفة ان انت كده خالص، فبقيت متشرفة ان انا اعرفك حقيقي. الشرف ليا والله حبيبي يا استاذ محمد، ربنا يخليك وميرسي جدا على مداخلتك النهارده. لا مورين يا بنتي، ربنا يخليك يا رب. ميرسي ميرسي يا حبيبي، مع الف سلامة. مع الف سلامة، باي باي، مع السلامة. وحقيقي انا مش بقول الكلام ده في حق استاذ محمد التاجي، حاجة كده حنية كده ودم خفيف، وتحسه يعني يشاكس ويناغش الناس حواليه. هي في مدرسة كده أو في جيل كده في البساطة وفي التواضع، وفي يعني هما مدرسة واحدة، كل الجيل ده مدرسة واحدة، كبار في القامة وفي التعامل ولا أبسط حقيقي يعني. لسه مكملين معاكم حلقتنا عن الغالي الكبير الراحل سمير غانم، ودي أقل حاجة أقدمها له من خلال برنامجي، برنامج اتفقنا على نجوم اف ام، زي كل برامج نجوم اف ام الاسبوع ده. لسه مكملين معاكم، عارفه ان في تليفونات كتير بتحاول توصل لنا واس ام اس، لسه هنكمل معاكم ومداخلات مع كتير من الوسط الفني. 015 59 55 1006 ده رقم الواتساب اللي تقدروا تبعتوا لنا عليه، 3835022 ده رقمنا الارضي. مكملين مع حضراتكم في حب سمير غانم.